أكو مجموعة من العراقيين قرروا أن يسوون فيلم رعب، ولاريتهم لما اتخذوا هذا القرار. هذا الفيلم تقريبا مدة 30 دقيقة. ليش تسألوني 30 دقيقة؟ لأنه ما عرفوا يمطوا أكثر من هيج. خلينا نشوفه يا بعض ونحكم عليه. طبعا الفيلم يبدأ بموسيقى مخيفة وكلكم متحمسين. استغفر الله وربي، بس شفته يقترب من الشجرة توقعت هذه الشجرة حتصير كبيرة وفجأة تشفط أبوه. ومنها راح تقدر تفهم انه هذا الفيلم الأكشن فيه أقل من الأكشن الموجود بقصة جواني وبيسان. أكيد تشاق 5 دقائق، يعني تقريبا ربع الفيلم، على هذا الشخص اللي طالع يسقي الزرع. وقف شوية، وين أكو شخص بالعراق يطلع بنص الظهر على مود يسقي الزرع؟ حلوة هذه الانتقالة. طبعا نفس الموسيقى المرعبة وأكيد كلكم متحمسين، ولكن لا تتحمسوا. أعرف كلش دققت، بس وقتي رجعوا لي هال10 دقائق اللي أخذتوها وخلص، ما راح أسوي من عندكم مقطع. استغفر الله، طلعت مرته، وربي إنكم فاهمين الرعب غلط. على كل راح أختصر عليكم، هذا الشخص راح واحد لحدق بابه، فهو راح يروح يفتح له الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أدخل؟ مثل ما تشوف الجو بارد حبيبي. ترى انت بالعراق ماكو برد. وتيهت البيت وما عندي موبايل اتصل عليهم. تفضل. طبعا المنطق دي صحيح بالزاوية، يعني تخيلوا وياي واحد بنص الليل يدق عليكم الباب تقولوا له ايه صدق كذي بدخول عادي. طبعا بعد ما هذا الشخص استقبل هذا الشخص بات عنده لهذا الشخص، بس هذا الشخص قام لقى هذا مختفي. واو، اوه يا الحماس، حاليا لقى صورته بمتحف. زين محمد، هذا تعرفه؟ يعني شايفه قبل؟ مسكين هذا الرجل، عاش وحيد ومات وحيد، ما عنده احد الا عن المرض اكل جسمه اكل خطيه، واهل المحله هم كفلوا بدفنه الله يرحمه. قلت عاش وحيد ومات وحيد شلون؟ دكتور الله يخليك، هذا الرجل متوفى قبل سنة. بعيدا عن تمثيلهم السيء وفكرتهم المحلوب أبو أبوها يعني مستهلكة، لحتى أنا قبل سنة تقريبا سويت نفس فيلم رعب على نفس الفكرة. بس تريد تعرفون ليش هذا معصب رغم أن الشخص الشايب أو الشخص بطل قصتنا ما قال له أنه هذا الشخص بات عندي؟ لأنه حضر جناب الإديتر شكله ضارب له سيجارتين حشيش قبل ما يمنتج المقطع أو الفيلم، لأن حط هذه اللقطة قبل ما يحط هذا الشخص لما قال له أنه شخص بات عندي. حط لكم اللقطة حاليا. محمد جاني هذا بالليل، وكان عندي بالبيت بايد، وكان خايف وبردان، وبعدين كان المفروض احط هذه اللقطة. على كل يا شباب، مو هدفي صراحة انه انا احبط من هذول الاشخاص، بالعكس يعني اريدكم تدعموهم. طبعا مثل حطيت لكم اسم الفيلم وراح احط لكم اياه بعد شوية، دعموهم للشباب، ابحثوا عن الفيلم يمكن تلقوه بالانترنت وان شاء الله يعجبكم، وبس يعني حاولون ان شاء الله انه يطورون نفسهم اكثر واكثر. وبس يا شباب، الى اللقاء.